محمد، أنا أعتقد أن إلا ما يكون أي جانب من جوانب هذه الفنون، يعني سواء كانت فن تشكيلي أو نعم. فن في الشعر أو فن في الأدب، إلا ما يكون لها متنفس أكيد في الأخرى. نعم. يعني أكيد. إذا وصلت المعلومة اللي أقولها للمشاهدين، لأن أنا أعتقد أن دائما في هناك دمج بين الكلمة وبين اللون. هذا رأيي الشخصي. نعم. يعني يمكن اللي شد انتباهي أيضا في التقرير أن الملتقى طبعا هذا ينظم ب طبعا لأديبات الإمارات، فلما أنا شفت في مزج أيضا بين الأدب الكتابي وأيضا الصورة المرسومة، وصلتني الفكرة في مسألة أيضا أن الأدب لا يقتصر فقط على الكلمة، وإنما أيضا نقل الكلمة وأيضا تصويرها وحتى الصورة اللي ممكن أيضا أنها تعبر عن، أو الرسمة اللي تعبر عن 1000 كلمة مثل ما يقولون. يعني أنا وأنت تكلمنا وايد، خلى ضيفتنا تقول وهل هي توافقنا الرأي في الكلام اللي قلناه ولا لا. طبعا يسعدنا أن نستضيف ضيفة روح الاتحاد اليوم، الأستاذة فهيمة فتاح، وهي فنانة تشكيلية. حياة الله. حياكم الله، شكرا على الاستضافة. الله يسلمك. ما أدري شو رأيك أستاذة، يعني بكلامنا صح أنت معاه ولا ضده؟ لا طبعا معاه، هو المواضيع كلها تكون المعاني بالنسبة للرسم التشكيلي، الوطن، الموروث الثقافي والاجتماعي، كلها معاني مترابطة مع بعضها. نعم. وهذا اللي يعني جسدته في أكثر لوحاتي. يمكن أستاذة فتيحة أيضا، أستاذة فهيمة عفوا، يمكن من بين اللوحات اللي يمكن جزء منها نحن نشوفها الآن، راح نعرضها إن شاء الله على المشاهدين تباعا، كانت تبين ارتباطك بالوطن وعلاقتك أيضا بالوطن. نعم. والأرض اللي انعكست من خلال أبرز الأعمال، تكلمينا أيضا عن هذا الجانب. نعم، لوحاتي جسدت هذه المواضيع واعتبرها الوطن والتراث والأرض والمرأة، كلها العمود الفقري لأكثر لوحاتي. ممكن تكون بشكل موجودة بشكل مباشر أو من خلال عنصر أو تكوين أو من خلال اللون. نعم. لكن هناك كل هالمواضيع أنا ترقت لها خلال مراحل حياتي. بالنسبة للأرض وبالنسبة للتراث، الفن هو توثيق. نعم. توثيق كل ما يمر بالمرحلة مالتنا، وإحنا عرفنا يعني حضارات البلدان سواء العربية، حضارة وادي الرافدين أو حضارة وادي النيل أو الحضارات الأوروبية، كلها من خلال الفن. نعم. لأن الإنسان أول ما بدأ، هو بدأ يعني قبل ما يكون صانعا، قبل ما يكون مفكرا. نعم. فتشوف أكثر النقوش بالكهوف أو حتى نقش على الصخر. صحيح. وهي كلها تدلنا على الحضارة، فالفن هو توثيق. نعم. يعني أستاذة فهيمة، اللي يشوف هذه الأعمال أيضا يلاحظ أنك أنت اتبعتي صيغة تجمع بين الخيال وبين الواقع. نعم. ولك استخدامات نوعا ما فريدة من نوعها في الألوان. نعم. فكلمينا أيضا عن هذا الجانب من الفنانة التشكيلية فهيمة. نعم، اتطرقت إلى عدة مواضيع. يعني أول ما بديت الفنان التشكيلي عادة يبدي بالواقعية. وبعدين ما يبقى في نفس المجال، يعني دائما أحب أن أطور المواضيع من ناحية اللون أو من ناحية المواضيع متنوعة. بس الواقعي هو بالبداية اللي اتخذته كأشياء أرجع بها إلى الذاكرة القديمة، التوثيق ما شفناه احنا بحياتنا، ومن الاشياء الالات القديمه. او الفنان دائما يتاثر بما موجود حواليه او يستعيدها من الذكرى القديمه، الشيء اللي يمر به او الحوادث. او حتى ترسمين، يعني رسمت في فتره الملكه شبعاد بتفاصيلها الدقيقه. يمكن يعني تكلمتي واغلب الصور اللي نشوفها الان على الشاشه وشفنا جزء منها قبل قليل مرتبطة مثل ما ذكرنا بالوطن والأرض والطبيعة. صح. وأيضا ما كان عندك أيضا إغفال عن جانب رسم المرأة، وتحديدا المرأة اللي كانت تعيش. نعم. في الأرياف، تكلمين أيضا عن هذا الجانب. نعم، المرأة أخذت حيز كبير من لوحاتي، لأن أعتبرها هي الأم العظيمة. أكيد.
اللي تصاحبها الآلام اللي تنجبنا احنا جميعا الى هذه الحياة، بالإضافة الى هي اعتبرها شمس النهار وقمر الليل. المرأة هي اشبهها دائما بالنخلة اللي ظلها دائم واللي خيرها وافر، فلهذا اخذت حيز كبير يعني، وخاصة المرأة الريفية. الريف في كل يعني حتى بوطني او كل بلدان العالم صحيح. هو جميل بنقاوة الحياة، شعرين انه نقاوة الحياة صفاء القلوب وصفاء القلوب، والمرأة بالريف تكون عاملة مجتهدة، فحبيت دائما ان اصورها بمعاناتها اليومية. نعم فهذا يعني قبل ما نختم، المرأة اليوم وين مكانها في لوحاتك استاذة فهيمة؟ المرأة اليوم، نعم اليوم ومعاناتها المتجددة وبصور مختلفة طبعا. نعم المرأة اليوم يعني طبعا كل لوحة لها خصوصيتها ولها يعني حالتها المعينة. قبل كنت أسويها بتفاصيل معينة لأن هاي اللوحة تتطلب نعم. تفاصيل، بس اللي حاليا المرأة دا أسويها بشكل ضبابي، الوجه يكون نص غامق نص أفتح باعتبار أنه كل شخص عنده جانبين حياته. يمكن ايضا لوحاتك استاذه فهيمه هي تبين الابداعات الكثيره اللي قدمتيها. شكرا جزيلا ايضا لك الفنانه التشكيليه فهيمه فتاح لحضورك معنا شكرا. وايضا على هذه اللوحات الرائعه اللي شاركتيها ومع مشاهدينا. شكرا شكرا. اذا ختامها مسك بالفن التشكيلي في روح الاتحاد، القاكم ان شاء الله مع زميلي محمد غدا الخميس، تقبلوا مني ارقى التحايا، الى اللقاء.